مشاهدينا انتقلنا للمطبخ ومع ياسمينة دقيق أحمد. أهلا وسهلا فيك ياسمينة. الكل بينتظرك كل يوم أربعة ياسمينة لحتى هيك نتعلم منك طريقة تحضير غذاء سليم لأولادنا لأطفالنا. مزبوط. اليوم شو بدنا نحضر؟ أوكي اليوم فرش. أوكي اليوم نحن حنحضر السالمون فيش فينجرز يعني اللي هن أصابع السالمون. أوكي بس الحلو فيهم أنه معمولين من طحين اللوز منهم معمولين من الطحين العادي لأنه مثل كل مرة أنا بقلكم أنه طحين اللوز له فوائد كتير حلوة يعني فيه قليل بالكاربز فيه فيتامينات فيه معادن كتير مهمة لإلنا مشان هيك نحن أنا بحب دخلها للأولاد الصغار ما بحب دخل الطحين العادي اللي هو بروسس اللي محطوط فيه كتير مواد ومنشال منه مواد. أوكي. مشان هيك مزبوط حبيت أنا هون فرجي إنه فينا نحنا نعملها بطحين الشوفان اللي ما بيقدر إنه يلاقي طحين اللوز. أوكي طحين اللوز كمان بنقدر نلاقيه يعني بالسوبر ماركت. طحين اللوز صار فيك تلاقيه بالسوبر ماركت عادي بماركات عن جد مختلفة ومتنوعة يعني قبل كنت تقولي طحين اللوز تقولي وين بدي لاقيه بس هلا صرت كتير بلاقيه بالسوبر ماركت بس أكيد بالسوبر ماركت الكبيرة. أوكي اللي ما بيقدر يحصل على طحين اللوز في يستعمل طحينة الشوفان. الشوفان اللي هو عبارة عن شوفان عادي بيطحنوه وبيطلع منه بودرة هيدا هو طحين الشوفان. أوكي هلأ العادة السالمون يعني سمك. السمك ابتداء من أي عمر الأولاد فينا كم السمك؟ هون بتصير الكونترفيرشل بس الدراسات الجديدة بيّنت أنه السمك لازم يتدخل مع كل الأطعمة قبل عمر السنة لأنه في ستادي عملت الأولاد اللي تحت عمر الأربعة أشهر والأولاد اللي بعد عمر السنة والأولاد اللي أكلوا سمك مثلا بين الأربعة والستة لقوا أنه الأولاد اللي أكلوا بين الأربعة والستة نسبة الحساسية اللي عندهم حتكون أقل بكتير من بعد السنة يعني أنت إذا كنت عم تأخري للولد شغلة ممكن تكوني عم تأذي. بس في أنواع سمك فيك تدخليها هن السمك الأبيض السالمون التونة السول الهامور هو هن الأسماك اللي فيك تدخليهم بس دايما لازم ننتبه أنه نجيبهم وايلد فيش ما نجيبهم سمك من بحر ملوت أو فيه ميركوري. ذكرتي أنواع معينة من السمك ليه غير أسماك شو مزبوط بصير؟ لأنه لحد هلأ بعضهم بيقولوا أنه أي شيء شلفش اللي هن السمك اللي فيهم أصداف مثل القريدس والكراب هودي بيخافوا من حساسيتهم لأن الحساسية ممكن تكون مميتة. سو نحن بنفضل ندخل السمك الأبيض أو السمك المبروش. هيدا هو السمك اللي كتير بيفيد الأولاد. يعني بيقوي جهاز المناعة للمدى البعيد. بيقوي جهاز المناعة ليه؟ لأنه في عندك أنت فيه DHA اللي هو الأوميغا 3. معروف الأوميغا 3 أنه بيقوي جهاز المناعة، بيقوي جهاز العصب، الدماغ، العيون. مش بس هيك عنده مادة السيلينيوم، السيلينيوم هي كتير مفيدة للغدة الدرقية، للتايرويد، لهودي. فكتير بتساعد أنه تقلل الإنفلاميشن بالجسم وتقوي المناعة عند الولد. أوكي. فنحن منقول للولاد اللي من تحت عمر السنة أو أي أولاد أون جنرال يأكلوا مرتين بالجمعة سمك. أوكي إن شاء الله نقدر نقنعهم للولاد. مزبوط. بس هلأ الطريقة قلتينا كتير طيبة رائعة الطريقة هينة والنتيجة كتير طيبة. مزبوط. حبيت أنا فرج الأمهات كيف أنا بقطع السمك للولاد الصغار. أنا بجيبهم فيليات بقسمهم مثل أصابع وبصير قسمهم لسنتيمتر 2 سنتيمتر. فيك تساعدينا كيف نختار السالمون؟ كيف بدك تختار السالمون؟ هيدا صعب شوي. هي مش صعبة بدك تروحي عن مصدر موثوق بتعرفي انه ما رح يغشك هيدا واحد نمبر 1 نمبر 2 بدك تقولي له انه انا بدي وايلد يعني السمك البري. أوكي. مش السمك المزارع ليه؟ لانه السمك السالمون معروف انه فيه نسبة كتير عالية بالفيتامين دي بس اذا جبت السالمون المزارع 25% اقل فيتامين دي. أوكي. فانت شو بتكوني عم تعملي هون ما بتكوني عم تاخذي الافادة اللي المفروض تاخذيها من السالمون بس كرمال هيك مش شيء ثاني مش كرمال هيك. أوكي. أوكي مثل ما أنت شفتي نحن من قصة مكعبات 2 سنتيمتر ومثل ما هني حيشوفوا الرسبي موجودة نحن من نجيب 2 بيض نخفقهم منحط السالمون بقلبهم عم نحكي سمك وبيض مزبوط كمان ما ليك بس بدي لك شغله هود الأسس اللي كانوا يقولون بالزمانات انتبهوا من هيدي وهيدي طالما هني مطبوخين بالفرن عشو بدنا نخاف وطالما هني منجيبين من مصدر موثوق عشو بدنا نخاف بس بالعكس اذا انت عم تشوف البيض وعم تشوف السالمون يعني انت عم تاخذي نسبه فيتامين دي كثير عاليه لانه قلنا الحلقه الماضيه انه البيض فيها فيتامين دي عاليه. هلا نحن حطينا السالمون بالبيض نرجع منشيلهم ومنحطهم على طحين اللوز بس قبل ما نحط طحين اللوز انا حبيت نكه اول شيء طحين اللوز فيه طعم كتير طيبه حبيت نكهها بالبهار الابيض البهار الاسود والاوريغانو. هلا البهارات هون حسب البهارات. الام
هي شو بتحب تحط؟ خاصة عن بهار أسود عم نحكي، بس ذكرتي بالسابق إنه بهار الأسود البهار الأسود عادي. هلا أنا دخلت بهار حسب ما بنتي قد بتحب، بنتي بتاكل البهارات كلها وما بتنزعج منها، بس إذا في أولادي بينزعجوا منهم فينا نقلل هيدي النسبة، بس على القليل بتعطي نكهة، لأنه تذكروا إنه هيدي الطبخة الأولاد بدهم ياكلوها والعائلة كمان بدها تاكلها، لأنه الأم ما فيها تضلها واقفة بالمطبخ. فأنا عم حاول ساعد إنه لاقي أكل عن جد كتير طيب. هلا بنحط السالمون بطحين اللوز، بس على كل حال كمان صرنا نعرف انه مع نكهه اللوز شو هي البهارات يلي بتعطيها نكهه. مزبوط، هن بهار الاسود، البهار الابيض، الاوريجانو، فيك تحط الزعتر المجفف. هون صار عندك. هلا اذا انت عم تلاحظي كل ما حركها كل ما شوي طحين بيرجع بيروح، هن اللي فيهم يعملوا فيهم يرجعوا يغطوها بالبيض ويرجعوا يحطوها باللوز، ساعتها هون شو بيكونوا عملوا؟ بيكونوا عملوا طبقتين من طحين اللوز. اول شيء هون بتجيبوا صينيه بتحطوا عليها ورق بارشمنت او ورق البيكنج، وبنحط عليها شويه زيت الزيتون وبنحطهم. اول شيء كمان بنكون محميين الفرن على درجه حراره 200 درجه مئويه، وبنحطهم بالفرن من 10 ل 15 دقيقه، بس بهيدي الفتره لازم يفتحوا الفرن يحركوهم يرجعوا يسكروا الفرن عشان ما بدنا اياها تحترق من مطرحها وحده. ليش انا نقيت الفرن عن التقليه؟ لانه مثلا الفيتامين د اذا انت قليتيه بينزل منه 30% بيروح، لانه بتكون النار دي مباشره عليه. مزبوط، بس اذا انت حطيتيه بالفرن ما بينزل غير 5% من كل الفيتامين د اللي موجوده بالسمك. هلا صرنا نعرف الفرق بين الغاز والفرن. مزبوط، هون صار انتو عندكم مثل ما شفنا سمك السالمون، خلينا نفتح وحده. بس ليه؟ اوكي. كتير طيبه، بتبين مثل اللي بنشتريهم من المطاعم، فالاولاد اللي اكبر اللي هن بيعتبروا انتقائيه بالاكل، اذا هن معودين ياكلوا اشياء جانك، فانت بتكوني عم تعطيهم الشيء اللي بيشبه الأطعمة السيئة بس بالطريقة الصحية. مثلا مع الدجاج فينا نعمل نفس الطريقة، فيك تعملي نفس الطريقة، نطحن الدجاج لحتى يكونوا طريين عليهم. بدك تطحنيه للدجاج وتعمليه بولات وتحطيه بالفريزر قبل بنهار بس ليعطيك الفورم اللي انت بدك اياه، او ما ضروري للدجاج. مزبوط، او ما ضروري تطحنيه، كمان بتعمليه مكعبات مثل المكعبات السالمون وبتحطيه بتبهريه مثل ما انت بدك، وبتحطيه على طحين اللوز مع البيض. فينا نمرقهم مثلا على الفابور يعني ستيم، نعملهم ستيم بعدين نعملهم بانيه شوي. مزبوط، منك انت بحاجه انك تعمليهم ستيم اذا انت حتحطيهم بالفرن، لانه حراره الفرن حتنطبخ. هلا الصلصه تبعها انا حبيت اعمل صلصه مثل العاده فيها خضار، لانه الخضار فيها ايرون كثير قوي، فهون انا عملت ستيمينج لكبايه سبانخ ونص كبايه بازلا، بس انت بتشوفي بتصير شوي بتصير شوي، فانا ححطهم هون، وحبيت احط عليهم كريمه الشوفان. الكريم الشوفان كمان بنلاقيه جاهز ولا؟ كريم الشوفان فيك تلاقيه جاهز، بس انا بفضل ينعمل بالبيت وعن جد ما بياخذ وقت. كيف؟ كريم الشوفان فيك تعمليه بالليل قبل ما تنامي وبيبقى بالبراد لمده 10 ايام، مثل ما انتم شايفين هون انا حاطه شوفان وحاطه مي، كل اللي عليهم يعملوا يجيبوا كوب شوفان مع 3 كبايات مي يحطوهم بطنجره يغلوهم لمده 5 دقائق، بيطفوا النار بيتركوها لمده نص ساعه، بيرجعوا بالبلندر بيطحنوها بيحطوها مثل كيس اللبنه، بحطوهم بقلب كيس اللبنه وبيصفوهم، بيطلع عندك كريمه الشوفان. عمليه كثير هينه، بتحطيها بمرتبان بالبراد لمده 10 دقائق وهي هي. في نوعيه معينه من الشوفان؟ في شيء حب، في شيء قشر، في شيء انا بحب اجيب اللي بيسموها الهول اوت، الشوفان اللي انت شايفيته هون، الشوفان الكامل، الحبه الكامله. يعني الحبه الكامله مزبوط. هلا انا هون ما نسيت لك، حطيت انا هون بهار اسود، كركم والجنجر. ليش حطيت بهار اسود مع الكنكر؟ كركم ليسمح للجسم انه يتشرب فوائد الكركم. اوكي ياسمينة، انت معروفه كمان باضافه الكركم دائما بقوي جهاز المناعه بطريقه مش طبيعيه. صار عندنا هون الصلصه اللي هي صلصه كثير طيبه لها فوائد جدا عديده، ولما بتتدخل مع السالمون مع طحين اللوز صار عندهم وجبه متكامله فيها كل المعادن اللي هن بحاجه لها. تعمليها هيك وبناكلها. مبين كثير شهي، والولد كمان على طريقه الاكل كمان رح ينبسط فيها.
صحتين ياسمينة. نحن بنشوفك الأسبوع اللي جاي الأربعاء اللي جاي كمان مع طبق جديد للأولاد رح يحبوه أكيد. أهلا وسهلا. شكرا كتير. مشاهدينا، ملكة أوروبية صممت أزياء لفرقة بالي، تفاصيلها بها ريبورت.